معكم لطيفة أم مراد المنصوري ود المجدبة نواحي المحمدية. شاب يلاه عنده 22 يلاه تزوج شهرين. هذيك الليلة المشؤومة 6 في شهر 9 2020 بالضبط كانت السبت بالليل. ولدي كان جالس مع ولاد العائلة مع خوه مع ولاد عمامو جالسين حدا الدار. نض عيط عليه صاحبو، هادو كانوا غير ولاد العائلة. عيط عليه صاحبو، عيط عليه الدوار اخر اللي مشى عنده، قال ليه بغى يدير لي ديك الخطة باش يديه عندهم، قال لي عاود ناخذو كارو. هذا الشيء كيقول فيه هو شرب الله أعلم ما عرفتش، قال لي عاود ناخذو كارو. قال لي واخا مني مشاو خلاهم. هذا الشيء ملي وصل عنده قال لي عاود نمشيو ناخذو كارو، باغي كارو عاود نمشيو ناخذو كارو. قال لي ولدي واخا مشى معاه. مني مشاو عند ديك العصابة اللي باركن في ديك الفيرما، فيها ولد مول الفيرما وفيها واحد عساس عند مول الفيرما 12 عام. هاد الفيرما فيها الشفرجل، فيها الرمان، فيها لاصيرة كبيرة، فيها الشجر. يعني دابا حيدوا داك الشجر، حيدوا لاصيرة، يعني حيدوا داك الشيء، خلوه الفيرما زعما راه ما فيها والو، فيها غير الشفرجل، بقاو الرمان تما الشفرجل، حيدوا النص ديالو. ومن بيد الله داك الشفرجل دابا سير كيكرم، حتى طاح دم ولدي تم، وانا راه ما كنسمحش فيك وترى من دم ولدي. ملي ولدي مشى تماك قتلوه. انا كنصوني عليه حيت جات مرتو قالت لي راه مشى ما رجعش. كنصوني ما كيجاوبنيش التليفون طفى. ملي الصباح جا عم راجلي كيدق الباب، نوض ولدكم راه تقتل، مقتول ومليوح في الشانطي، بحال هكا مقتول ومريوح في الشانطي. عم راجلي حيت عم راجلي مشى، هو مشى هو الاول ملي شاف الجوقه، هو الاول لقى مول الفيرما واقف بعدا. قال ليه هو يهز لاكارت، حنت مول الفيرما عارف لاكارت في كينا، يعني عم راجلي ما عرفش ولدي وانت عرفتيه. قال ليه جبد لاكارت، ما عرفوش وانت هزيتي وعرفتي لاكارت فين محطوطه وجبتيها وقلتي لهم هذا راه مراد منصوري. طنوا على كرشو، لوب حطنوا على كرشو، حنت داك الضرب اللي فيه وداك النتيج ديال الكلب باين من هنا، كلب من دوك النواع المانيولوا حرشو على ولدي، تا هو شارك معاهم. وهذا الكلب تا هو تقتل، تا هما قتلوه باش يحيدوا معالم الجريمه هما كاع. ما علينا، قلت لك انا ولدي ملي مشيت لقيت ولدي مقتول، محطوط ليه التليفون في جنبه حيت هو اللي حيد لاكارت ما بين بوشيطه والتليفون، حط ليه كل حاجه حطها ليه في جنبه. بغى يمثل سعدك التمثيل عنده ما خرج هو هذاك بان راك سيده، ما كاين حتى شي حاجه، ما كاين دجاج، ما كاين فرانات، ما كاين رويت، ما كاين والو، ما كاينش الدم بزاف، كاينش الدم، حد الدم نزف عندهم في الفيرما وعاد جابوه وحطوه. يعني باين داك الشيء كلشي باين واضح، ما غاديش يتحط الولد ما غايتحطش نيشان في الخط، غادي تعواج تلاح في الفوسي تلاح في ما عليناش. ملي انا ملي مشيت لحق تما لقيت داك الشيء، المهم عيطوا للجدرميه قال لهم هو مول الفيرما، قال لهم راه الو راك سيده. ملي جاو قال لهم واحد الصحفي قال لهم هذه راه ماشي كسيده، هذه راه قتيله. بان ليه داك السيده، بان ليه راه جدارمي، واحد الجدارمي الله يعمر ليه الدار هذاك واحد. قال لهم هما هذه راه قتيله ماشي كسيده، هذه راه قتيله. هو يدور فيه واحد الجدارمي اخر قال لي سير حتى لهي وقف، يعني حنت الدارك اللي هز ولدي، علاش ما عيطوش للدارك اللي انا كان اللي لقات على الشانطي الهوك اللي كان محسوب عليه انا. ارحم والديك، هذا الشيء اللي كنعرف. عرفتي الولد شكون هو وحنا بيناتنا على الشانطي عيط علينا حنا، علاش عيطي للدارك باش يهزوه قبل ما نوصل انا وما تبانش شنو هي قتيله ولا شنو. ونطي كتجمع مشيتي جبتي الميكا من دارك الخدمه اللي دير الشرطه العلميه، جدرميه ما عيطوش للشرطه العلميه، تا هما دار هو الشرطه العلميه، هو خدمتها هكا تهز في المسائل ديال ولدي ودير في ميكا وليسانس باش يحرقوا البلاصه، جابها هو مول الفيرما مجدها بالليل، مجد داك الشيء حطو عند عم راجلي، حتى عند عم راجلي تا هما غدادير، تا هما راه معاه دابا في الصف ديالو، ما هماش مع ولد خوهم باش يوقفوا مع ولد خوهم، وقفوا معاه دابا واحد خدام معاه في الفيرما، كلشي كيجلسوه الا هو اللي يبقى خدام. علاش الدوار كله عارف القتيله ولكن ما كيقدروش كيهضروا معايا انا، كيقول لي سمعنا الغوت ولكن ما يقدروش يواجهوا حيت كيخافوا منه، يعني كلشي كيخاف منه. انا كنطالب بحق ولدي، انا كنطالب من جلاله الملك، كنطالب من السي الحموشي الله يرحم لك الميمه ديالك والله يخلي لك ما عز عليك، وكنطالب من السي حرامو الله يخلي ليه وليداتو،
كنطالب منهم يوقفوا معايا وياخذوا لي حق ولدي، وكنطالب من المسؤولين واللي عنده السلطه على هذه البلاد واللي هو محامي نازي يوقف مع هذه المهمه. هذه المهمه راه محقوره ومظلومه وما عندها سوى ربي. رانا ما عندي فلوس، ما عندي نفوذ، عندي الله الحق سبحانه. كنطالبوا ليل ونهار وهما ناعسين وانا كنخرج نطلب الله، كنقول لهم ياخذ فيهم ربي الحق. هادشي اللي كنطلب انا. ولد داك الوليد وتمحنت عليه وتعذبت عليه وكبرته في القاهره وجوجته وخدم وتجوج وتجوجته ما تغصبوه. ها غنقول انا وصافي راه ربي. ولكن دابا كنطالب انا قولوا لي علاش قتلتوه وشنو السبب. انا قلت لك علاش عطاهم 6 شهور، القصه راه طويله. هاد دابا الولد ملي تصب طيح الروح. انا ما عرفتش علاه ما غنحط. ناد واحد السيد عيط للجدرميه قال لهم انا سمعت الغوت في الفيرما. اش داروا جدرميه؟ العشرات النهار هي الروح طايحه مع 6 الصباح والعشرات النهار عاد عيطوا على مول الفيرما قالوا يجيبوا ولدك. مشاو للبنات ديورهم حتى هما كل وحده جابوها من دارها وداروا لهم داروا لهم تهمه الفساد. داروا هذا الفساد خاص البنات يدوزوا هذا الاولاد اللي 6 شهور مول الفيرما ولدو والعساس اللي كان عنده والاخرين توازه هزوا سكانهم وزادوا والفيرما باقا فيها الخدمه. انا راه هادشي ما دخلش ليا راسي، كنطلب حق ولدي. راه ما نتخلاش على حق ولدي ولو يبقى فيا عرق يضرب، راه ما نتخلاش عليه. المهم والمهم علاش علاش هذاك اللي خرج من الحبس من تماك مشى لاكادير، هو صحراوي ومشى يخدم في اكادير وخلى الفيرما اللي تخدمتي فيها 12 عام. علاش الكلب علاش تقتل؟ هادشي كلشي راه كاين في الاماره في حوايج ولدي مقطع ليه الحوايج ديال الكلب. اماره الكلب وكنا تشنو بحال شكل الراطو ملي كتكون ولا المدره ولا شنو بحال ما هكا.